احنا بدأنا من 2015، وزارة التضامن تبنت ذوي الإعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة وقدمت للمجلس الأعلى للجامعات، وبناء عليها في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع قرروا ان هم ياخدوا نسبة ذوي الإعاقة 5% من الطلاب العاديين. يعني لو الطلبة داخلين 100 هياخدوا 5 منهم. انواع اعاقتهم اللي دخلوا في الفترة دي: الصم وضعاف السمع. اتوزعوا على 3 اقسام في الكلية او 4 اقسام في الكلية، على قسم تكنولوجيا التعليم وقسم تربية فنية وفي قسم الاقتصاد المنزلي وقسم الاعلام التربوي. بقالنا 3 سنين بناخد الولاد دول. بس يعني النسبه كل ماده بتزيد عدد الطلاب في الكليه، لكن هو 5% ماشيه من اول ما بدانا ناخد الطلبه دول. اكيد.